الصحيه الترابيه اللي كتعرفوا دابا الوزاره باشرت هذه السياسه الجديده اللي كانت كتسمى بداتها بي ام اف بروغرام ميديكال ريجيونال وقسموها لي جي اس تي اللي كتسمعوا لي جي اس تي دونك لي جروب موس والسيبغه الاداريه ديالها والسيبغه اللي بصالح الوزاره ولكن اللي شنو هو الانعكاس السلبي للاطر الصحيه اللي راكم انتم هنا اللي حكيتوه. يبي تفضل سي عبد الله لك الكلمه. المكتب الاقليمي والمكتب المحلي على انه منحنا هذه الفرصه للتواصل. حضوري هنا بصفتي ككاتب جهوي على اساس توضيح رؤيه اكثر للمستقبل اكثر اللي كينتظرنا جميعا. كما شفتوا في الدعوه هي دعوه موجهه للموظفين والمنافسين في اثناء بعينها باعتبار ان الواقع بكل سلبياته هو واقع مشترك والمستقبل الذي ينتظرنا. والخطير في الامر هو ان الراي العام الصحي يمكن نقول الراي العام الصحي بمعنى كنقول للموظفين بشكل عام لم ينتبهوا الى خطوره ما يحاك ضد القطاع بمضمونه الاجتماعي والعمومي. وهذا المخطط الذي يحاك ضد القطاع هو عمليا ما يمكنش يبلغ اهدافه الا اذا تم الدوس على العنصر البشري هو موظف. والغرض الاساسي في العمليه هو تسهيل عمليه خوص الصرفيات باعتبار ان الاستثمار المالي ملي كيكتسح فيه المجالات كيبدي يفتح امامه طرق اخرى لبلوغ مجالات لم تكن محل الاستثمار. وهنا فاش ظهرت مساله القطاع الخاص والمستحق علاش؟ لان عمليا جميع اغلب الدول اللي كنسميوها هنا بين قوسين هي مرتبطه عضويا مراكز التمويل الدولي صندوق التمويل الدولي وهادو كاملين كيعطوا قروض وما كيعطوهاش بسهل كيعطيها على اساس ماشي غير يضمن استرجاع يضمن ارباح الطبيعي الاخر وهي ماشي هكا. دونك هذا هو نفس الشيء كما حنا راهينا في الابناك راه ملي كنقولوا على بلاد راهينا انت ابناك دوليه اللي كتسلف الفلوس ملي كتسلف الفلوس كيخصها باش تسترجعهم باش هما يقدروا يديروا. اذا كنقولوا باش تسترجعهم خصك في النفقات اللي كتخسرها على هذه القطاعات الاجتماعيه بين قوسين تاع الصحه والتعليم ما خصكش تخسر عليها. اذا هذه العمليه هي اللي ادت الخصوصة. وعلاش قلنا دابا شي خطرات كتبقى تهضر مع شي واحد مثلا قليل كتقول وحنا كنا ذاك العام والبيرسونيل كيدوز باطور وكان كيف لي شي موجود نتاع خصوصته اول حاجه خصها ديرو هي تدمير. علاش؟ لان ملي كنوصلو حنا موجود في القطاع وكيمرض هو وابنائه كل ابناء ديالو وكيلجا لا كلينيك ستادير عمليا يقر بإفلاس المؤسسة الصحية. لأنني أنا خدام في مؤسسة صحية ونمرض وما نمشيلهاش بمعنى جاري ملي كيشوفني كيقول هذيك خدام في الفارابي وراه نهار مشى المرض بغا يفتحوا لا راه مشى لا كلينيك بمعنى آخر هذا اللي خدام تما دونك أنا ما نمشيش أصلا. كيما أنا مثلا غادي يكون جاري أستاذ وكيقري ولادي في البريفي غادي نقول دونك أنا ما نمشيش ولادي المدرسة العمومية راه هذاك أستاذ ويعرف بأن المؤسسة العمومية ما قاداش تنتج الاخر المتعلم. اذا انا ما غاديش نغامر بولا. اذا هذاك اللي كيولي يمشي للبريفي وهذه هي علاش دابا لان الدوله ما ماشي ما قداش ما باغياش تنتج مؤسسه عموميه في القطاع الصحي منافسه لمؤسسه القطاع الخاص. علاش انا؟ حنا كنا ولاد القطاع. اذا دابا باش كيف فاتينا بلاكليك؟ فاتينا بلي شومبر نتاع جوج دايرين غير لي شومبر جوج ودايرين الكليماتيزور وكتلقى ديك التسياح ولا اخر. سيتادير حنا هادشي نقدروا نوفروا اكثر منه ولكن هما ما باغينش لان ما خصوش ينتج
لان شكون اللي كيستثمر؟ هما صحاب الفلوس، وصحاب الفلوس هما اللي كيقرروا، وهما اللي كيديروا القوانين في البلاد. اذا ما يمكنش غادي ينتج لك قطاع صحي منافس للقطاع الخاص، كذلك ما يمكنش ينتج لك مؤسسه عموميه في التعليم تنافس مدرسه القطاع الخاص. ما يمكنش ينتج لك، لان هو ماشي في سياسه تشجيع القطاع الخاص. إن هذا التدمير ليس قدرا من عند الله، بل قرارا لمن يحكمون، هما اللي نجوا لهم التدمير. ولكن باش يوصلوا، لان اسمو كاين في المؤسسه الصحيه، كاين البنايه، كاين التجهيزات، كاين العنصر البشري، ما كاينش شي جلود تما. اذا باش يدمروا خصو يدمر هاد ثلاثه العناصر. اذا دابا حنا كنمشيو للمؤسسات، نهار كطيح الشتا كنلقاوهم غارقين بما فيها ديك النقطه الفراغيه، كنلقاوهم غارقين بالماء. ملي كتكون الحراره ما كاين لا كليماتيزور لا والو، بمعنى كاين موظفين كاين منظر. ملي كتكون الشتا خصنا نكون نخدموا بالجلاد ديالنا ولا قليله. علاش؟ لان مثلا دابا السكانر غتمشي كتلقى انت عندك شادك مثلا اقليم الناظور، عندك سكانر واحد في الجسم ديالك. ملي غادي يجي واحد يشد الرونديفو، غادي يبقى الرونديفو وصل 6 شهور. واش انت واحد كيسيفطو الطبيب ويقد يقول له اودي عندك شي بسيس هنا ما عرفناش، ولا لا فام يقول لها عندك يمكن الاخر في لوسان خصنا نشوفو اسمو، واش غتستنى لك 6 شهور باش تمشي دير ليا سكانير ولا المامو؟ روح يمشي ليه حوايجو. نفس الشيء. اذا التجهيزات نعطيك اكزومبل، دابا حنا ملي كنمشيو لوبيتال شي مخطط في ليزيرجونس ما كنلقاوش لا سوق عندي، هادي ما عارفينهاش المواطنين وما كتقولها لهمش الدوله، لان النهار كيخطب وزير الصحه كيقول لهم كلشي موجود في المستشفى. ملي كيجي المواطن وما يلقاش لا سيرين كيقول لهم داك الفرملي راه داسها باش يبيعها، ما كيعرفش بان راه ما كاينش لا سيرين، ما كيعرفش بان ما كاينش لونطاج. كاينش باش يكونوا ليغو ما كاينش لي سيرين، ما كاينش، ما كاينش لونطاج، ما كاينش اسك يجي انجيكتا من الابيب اللي غادي يجي في لافيا ب 39 كاره. بمعنى اخر انا اللي غادي نجي حتى لوبيتال وغادي داروا واحد التورنا وحنا رجعنا دابا ولينا كنخلصوا باش غادي باش نكونوا ها هو كيكونوا لنا الاوتور ديال لي سبيس، ها هو كيكونوا لي زي سوانيون، ها هو لي تكنيسيان اي انسي دي سو. اذا هنايا ما يمكنش نشتغلوا غير اكاديميين، ما يمكنش نشتغلوا غير يعني في واحد الوقت ذاك واحد المنطقه اللي هي ايزولي، ضروري خصنا نشتغلوا كاملين ونشتغلوا جهويين. اذا باش تكون الجهه قويه كيمكن لنا هذيك الجهه، لان كما تفضلت السي خالد النوط، يعني هذيك جي اس تي ديال مثلا الجهه الشرقيه لا تقدر دير قانونها بوحدها منفصل على القانون البلاصه. يعني هنا في هذه النقطه حنا سيدي ملي غيكون عندنا واحد المكتب جهوي قوي غادي يمكن لنا نتحكموا في جميع القاعات. راه ما خدموش، اذا نسبقوهم قبل ما يسبقونا، كما يقول المثل نتعشاو بهم قبل نفطروا بهم قبل ما يتعشاو بهم. إذا بهذا المنبر قبل ما ندوزو نمرو للمرحلة التنظيمية، مرحلة المداخلات، إلا كاين شي مداخلة تنظيمية. ومن المرحلة التنظيمية عندنا واحد الحفل الشهري على شرفكم بطبيعة الحال. عاجل للجرحى وكل الدعم والمساندة لإخواننا حراس الأمن الخاص المعتصمين أمام مديرية الكيمياء للصحة. تحية السي عبد القادر حلوط اللي قدم في هذه المداخلة ديالو الحديث عن قانون 0822 الخاص بالمجموعة الصحية الترابية اللي أجاد ووفى وما قصر، ومن خلال هذه المداخلة ديالو أعطى إشارة متعددة بخصوص تقوية التنظيم الجامعة الوطنية للصحة في المنطقة الشرقية انطلاقا من القواعد، العلاقة ديالنا قبلين مع القواعد. شكرا جزيلا الإخوة الحاضرين من المنتدى الجهوي، الإخوة التابع الكاتب المحلي والكاتب الإقليمي، جميع الحضور. دابا حتى لا أطيل الكلام، فقط أريد أن أقول بأنه فعلا المبادرة اللي قام بها السي القادر شيء جميل، جزء الصدر، جميل. هي من واحد الناحية كنشكروه لان هذه المبادرات فعلا على الصعيد الاقليمي وعلى صعيد الجهه هي شيء جميل، يعني ممكن حتى المكاتب الاقليميه ديالنا حتى هي تستمر على هذا المنوال. ولكن حتى لو قلت الكلام كي
كيبقى هنا الدور ديال الجامعه الوطنيه، كيبقى عندي سؤالين. يعني فين هي الجامعه الوطنيه ديالنا من هذا الصراع اللي كنعيشوا منذ الكرس ديال القدم الحلوه منذ 20 فبراير من هذا، وشنو هي الاليات اللي كتشوفها الجامعه الوطنيه؟ لان ما كنظنش على ان فقط العمل هو خصو يكون غير بناء او تقويه المكاتب الجهويه فقط في هذه العمليه وفي هذا الوضع اللي كنعيشوا في ظل الظروف اللي كنعيشوها في القطاع. بغيت غير نعرف شنو هي الاليات اللي كتشوفها الجامعه الوطنيه وشنو هي الحلول فقط. هذا هو التساؤل ديالي. ولكن القراءه ديال الدوله والحكومه المتعاقبه ذاتها بغيتوا الاصلاح، ها هو الاصلاح. خرجنا واحد العاده ديال الترسانه القانونيه، ولكن بالمنظور ديالها وبالزاويه ديالها هي كيفاش كتشوفوا هي. المطلوب منا اولا تضافر ديال الجميع. الفئويه دائما كنا نقولها وغنبقاو ديما كنقولوها، هي سياسه ديال الدوله من اجل تشتيت القطاع. هادو ممرضين، هادو اطباء، هادو ديزادمينيستراتور، هادو تقنيين. في التاريخ غنبقاو نطحنوا غير بيناتنا، والوزاره غادي دير اللي بغات شي يبقى حادي شي. واحد الشق ديال السي ال يو عليتي، واحد الشق نهضر فيه جانب تنظيمي. كنت كنتمنى لان الدعوه عامه، دعوه عموميه عامه، هذا عرض على المجموعات الصحيه. هذا واحد. جوج، هذه المشاكل التنظيميه، بما ان الدعوه عامه ما يمكنناش نديروها في لقاء تواصلي مجموعه من الاخوان راه مع ديال الملتحقين، هذا شان داخلي. كان بالاحرى السي وليتي راه كاين في المشفى، كاين في المندوبيه. حنا ما نقولوش نحن راه نخطئ، ربما كاين شي خطا، نجيو نهضروا فيه على ارض الواقع ونتكلموا فيها. ثلاثه، المكتب الاقليمي للجامعه الصحة عنده نية، وعرفتي صراحة بأن عندنا نية لتجديد الهياكل، في الهياكل المحلية، المكتب المحلية، المكتب الإقليمي، غير الله يسخر. حنا كنطالبو يكونوا شي ناس في المستوى، ورانا نعلن مرارا وتكرارا بأن درنا اللي علينا، ربما خطأنا، ربما، ولكن غادي يجي واحد الوقت تبدل الهياكل إلى آخره. هادي رابعا، غير بالنسبه كاين بالنسبه للفتاه ديال السي سعيد، بما ان قلنا كاين امور تنظيميه هو تهم المشفى المحلي، الاسماء كامل ديال المشفى المحلي معلومه بان هناك واحد تجديد او تطعيم او تسمى. المهم هو ان المكتب الاقليمي فتنا بواحد الفتره ديال الفطور مع كورونا، مع هذيك الفطور، يعني كنحاولوا نديروا واحد المجهود باش ننتشر جامعة الوطنية للصحة الإقليمية وردوها إن شاء الله للعهد ديالها. أمور أخرى ما غاديش نذكرها حيت هنايا دعوة عامة، باش غنخليو حتى يكون عندنا واحد الاجتماع محلي، لأن حشومة غادي نبداو نذكروهم هنايا. نحن نستحيي كنحترموا هذه الدار هذه، ونخليو الجو، لأن هذا جو احتفالي بالدرجة الأولى، نجي نستحملوا نحتفل. أمال الشؤون الداخلية راه أي منظمة، أي جامعة، راه كاين مشاكل داخلية لها مناسبة ديالها وغادي نخوضوا فيها. السي سعيد كنظن ممكن نكتفي بهذا الشكل ديال الاستعراض. غير فقط للتوضيح، أنا ما كنتجهش للشق ديال تأنيب الجامعة في شقها ديال الدوري، أن الجامعة تحدد لنا مثلا إضراب أو شيء، ولكن من الطرق والاليات اللي كتشتغل بها كما كتشتغلوا بها انتم الان، على الاقل ما شفناش القياديين ديال الجامعه اللي جاوا اثروا لنا واحد اللقاء كبير في هذا الموضوع. نحن من التاسيس المكتب الاقليمي والمكاتب المحليه، على الاقل ما قدرش حتى كنقولوا ايام تكوينيه. انا المهندس الدكتور امين، دكتور صباغ، ايمان العبيد، عبد الرحمن الجامع، عندنا الكحل حكيم، عندنا عبد الربيع سعيد، وعبد الرحمن بيصنع. هذا الاخوان اللي غادي تبقى مفتوحه، قصه مفتوحه عندها اسبوع. باش نديروا لها شوف، يعني عندنا الحد الجاي غادي نسقطوا على الناس باش نديروا باش نجاوبوا نديروا على بمعنى قلنا الحد صافي. حتى انتم بين تعرفوا شي حاجه خدام عندكم موضوع بيطا قولوا كريمه غير بالنسبه قلنا نخليو سي معنا،
يعني خليو الناس اللي كانوا غايبين من داكشي اللي بغا يوا و ونا جبت حقين الدراري الجداد سي مزيان والله ما يصير صافي هذا اللي بغيت ندير سوالي راه كاين ثلاثه كانوا باغي يدوا واحد من الاخر كاين 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 خور كاين زافير هذا الزنا مشاو داك الفيلم واحد ديال راه بين الثمن غنشوف شي واحد موجود تما حتى ان شاء الله نكونوا قبل ما نسوا هذا الدواء عند واحد جار العادة أنا مكرم جميع الأساتذة اللي يقومون بالندوات التقنية أو دورات تكوينية حنا في الجامعة الوطنية للصحة ما غاديش نخرج على هذا العرف وغادي نكرمو سي اسمح لنا نكرمو الانتياج باش تكريم السنة لأن هذا الحظ حنا لا نكرمو هنا في النابور واحد التكريم واحد الزرع ديال الجامعة الوطنية للصحة غادي نتمنى له السيد كاتب الكريم شكرا دير واحد السؤال ندير جهد صغيرة جهة عليا